خليني أنقل هذه الحملة ما بين لوحتي الشرف والعار إلى ضيفي عبر سكايب الأستاذ محمد القيق الكاتب والباحث السياسي. محمد أهلا بك. حياكم الله. أهلا بكم. ربما أنتم كأهل فلسطين الأجدر بالتعبير عن مشاعركم تجاه هذه الحملات، سواء لوحة الشرف من يتضامن من يقاطع من يدعم من يشارك في كل العيون على رفح، وعلى الجانب الآخر من يشارك في إعلانات شركات داعمة للاحتلال. نعم، هذه اللوحة ستضم كما قلت في بداية مقدمة الحلقة أنت دكتور أنه ستضم الكثير، ليس من المشاهير وليس من المؤثرين وليس من الذين قامت الماسونية بتضخيمهم في الإعلام، وليس من الساسة وليس من النواب، من كل الفئات. سيسجل التاريخ قائمة العار وسيسجل التاريخ قائمة الشرف. انظر حتى ذلك وصل إلى الجيش المصري، لك أن تسجل في قائمة الشرف جنود مصريين لم يستطيعوا أن يتحملوا هذه الإبادة الجماعية لأشقائهم الفلسطينيين، فسارعوا وتلاقت دماؤهم مع دماء شهداء رابعة والنهضة الذين سقطوا على يد النظام الانقلابي في مصر. هذا كله يتوافق، الإنسانية منطلقة بلا حدود. هذه القائمة أستطيع أن أسميها وأضيف لها مصطلحا جديدا، قائمة العار عابرة للحدود، عابرة للشخصيات، عابرة لكل شيء. وقائمة الشرف أيضا ستكون عابرة للحدود، عابرة للمواثيق، عابرة لكل شيء. هذا التوافق ما بين أولئك الذين استهانوا واستكانوا وأرادوا أن يكونوا جزءا من المنظومة الأمنية خوفا على مصلحة هنا وخوفا على شهرة هناك وغيرها، وهنا لا تخص فقط المغنين والمطربين وغيرها، هذه تشمل محللين وكتاب وتشمل إعلاميين وتشمل مسؤولين ورؤساء أحزاب وأحزاب وغيرها، كذلك الحال في القائمة الثانية. ولكن اليوم ترتفع قيمة قائمة الشرف، وقائمة العار يوميا ستتراجع فيها المعادلات، لأن الذي يفوز هو صاحب الكرامة والمقاومة. وإذا ما سألتني يوم 10 أكتوبر و 11 أكتوبر لا قلت لك أنه العالم يتفرج. اليوم العالم ينتقل من مرحلة التفرج وكسر حاجز الصمت وبات يرفع صوته في رفض الإبادة ورفض إسرائيل، ومن المواقف ما تطور إلى معاقبة إسرائيل والاعتراف بالفلسطينيين، بل وسيزداد في الأيام القادمة. طيب، كثير من الدول ستأخذ منحى آخر سيدفع مشاهير وكتاب ومحللين إلى تغيير وجهات نظرهم، ليس حبا في الإنسانية بل إجبارا وتماشيا مع الواقع الذي سيكون مفروضا، وهذا كله بفضل أن هناك انتصار حقيقي للمقاومة على مستوى أنها لم تهزم، فهذا انتصار. طيب محمد، حملة All Eyes on رفح أو كل العيون إلى رفح أو على رفح كانت انطلقت من إنستغرام، شارك فيها أكثر من 50 مليون شخص، منهم لاعبي كرة وفنانين وذكرت هذا، ولكن على موقع إكس كان هناك نقاش عن جدوى هذا الأمر. يعني البعض تساءل، وهو يعني الحرب توقفت في غزة، إسرائيل ارتكبت مجازر في رفح، ما قيمة هذه الحملة؟ ما قيمة هذه الحملة بالنسبة لأهلنا في غزة محمد؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. الكل يحاول من خلال أن يسأل هذا السؤال يثبط، منهم من هو متعمد ومنهم من هو من حرقته على غزة يسأل هذا السؤال، ولكن الإجابة واضحة. كل معادلة إعلامية، فيديو على مستوى فيديو، على مستوى كلمة، على مستوى مال، على مستوى سلاح، على مستوى مساندة، كل هذا يعتبر في المعادلة الاستراتيجية التراكمية تحدثت عنها المقاومة عدة مرات بعضنا أغفلها. هناك استراتيجية تراكم الانتصار، فالانتصار ليس فقط في الميدان، الانتصار أن تخرج قضية فلسطين إلى كل أنحاء العالم، أن تصبح حديث الساعة، أن تضج الجامعات، أن تضج البرلمانات، أن يكون للدول مواقف. هذا ما جاء من فراغ، هؤلاء المؤثرين لديهم جمهور، هذا الجمهور يتأثر بهذه المعادلة، الجمهور سيبحث لماذا قام هذا بإنزال هذا البوست، سيبحث عن قصة فلسطين. يعني كثير من الناس لا يعرف ماذا يجري في فلسطين، هذا ليس غريبا لأننا قلنا أن هناك إعلام الماسونية الناطق بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية موزع على كل العالم، هناك ترتيب لتضليل الناس ووضع أولوياتهم إلى جوانب أخرى. حينما تكون في هذه الجوانب الأخرى التي هي أولويات صارت للناس، الرياضة، الغناء وغيرها، تصبح هناك مواقف. إذا كانت هذه المواقف
تخص فلسطين والمقاومة، هذا يعني أنه إسناد مباشر رغم كل الحواجز التي وضعتها ماكنة الإعلام الماسونية. وبالتالي نستطيع القول أنه هذا لا نستهين به ولا يمكن أن نستهين به، لا يمكن أن تستهين، لأنه إذا رحنا على معادلة من يستهين، استهانوا بجبهة لبنان وقالوا حزب الله بيلعب فوتبول، استهانوا بالمسيرات، استهانوا باليمن وقالوا اليمن مش عارف يضرب ولا صاروخ، استهانوا بالعراق، استهانوا حتى بالرد الإيراني، يستهينون. أما إذا وقف أحد قادة أنظمة الاستبداد والانقلاب وتحدث حديث كذاب، يعني خطاب دقيقة كذاب، تلاقي كل هذه وسائل الإعلام والمؤثرين والمطبلين والمسحجين يقولون ها هو زأر الأسد. وين الأسد يا أخوي؟ طول بالك، مش أسد، فيش أسد يا حبيبي، هذا كذب ودجل، ولكن هذا معادلة إعلام، والإعلام يلعب دور. وهذه أيضا تعتبر معركة مهمة، الإعلام بكل اللغات، المؤثرين وصولهم لكل المواد. ما الذي دفع طلبة أمريكا للخروج؟ ما الذي دفع الناس في شوارع أوروبا للخروج؟ لولا المؤثرين، لولا المقاطع الفيديو التي تنتشر من قطاع غزة، لولا الناس الحريصين على هذه المعادلة. لذلك اليوم هناك معادلة تخذيل وتثبيط ومعادلة تراكم استراتيجي للمقاومة، ومن ضمن هذا التراكم الاستراتيجي كل ما يأتي من السوشيال ميديا ويأتي من المعادلات السياسية والبرلمانية. يعني كيف نائب برلماني يصرخ في قلب البرلمان يقول أنقذوا غزة؟ ما الذي دفعه لذلك؟ CNN؟ فيش على CNN ولا إيش عن غزة. صحيح. إذا هناك تأثير، وهذا التأثير يراد له أن يثبط بحجة أن هؤلاء مش دارين، بس بودوا البوست بروح ينام. يا أخي بس أكتب بوست روح نام. اليوم بتروح تنام، بكرة بتنامش، لأنه في علم النفس أنت تبقى تصمت عن الباطل. صحيح. ومن ثم تقول للباطل أنت مخطئ، وبعد أن تقول له أنت مخطئ تبدأ بمحاربته، وبعد أن تبدأ بمحاربته تبدأ بمعاقبته، وبعدها تضع له حد. حتى هذا أصلا نموذج الثورة، تصمت الناس، ترفض الذل، تطالب بالعدل، تخرج للشارع، تغضب، تصل إلى مراحل تكسر الحاجز ما بينها وما بين الأنظمة. وهذا هو معادلة الناس حتى الفردي والجماعي في السوشيال ميديا وخارجه. طيب، أنا أعلم أن أبناء الشعب الفلسطيني لا يستجدوا تعاطفا من أحد، وأعلم يقينا أن دعم القضية الفلسطينية هو شرف لمن يدعمها، يعني أنتم لستم في حاجة لدعم أحد. ولكن محمد، أريد أن أسألك عن رأيك في محمد صلاح، يعني لماذا لا يدعم، لماذا لا يكتب، لماذا لا يشارك حتى في حملة شارك فيها بعض زملائه في ليفربول، وهي كل العيون على رفح، حملة إنسانية لا فيها مع مقاومة ولا فيها مع فصائل ولا فيها ضد إسرائيل ولا أي شيء. هذا المشهد الذي نراه غير مستغرب، يعني أنت لا تستغرب هكذا مواقف. هذا هناك قرار أمني اجتماعي إنساني استراتيجي قانوني لدى الأمريكي والإسرائيلي ومن لف لفيفهم. لك أن تتخيل أنه في داخل فلسطين هنا يا دكتور يبتز الناس على البرمش، يعني التصريح للعلاج. يعني إذا بدك تروح تتعالج في مستشفى إسرائيلي، يا بتصير جاسوس معنا يا بتدلنا على مقاوم. هذا يحدث كل يوم، ابتزاز للناس. فما بالك بأولئك الذين نفخهم الإعلام؟ وأنت تدرك هذا ملف الماسونية، يجب أن يعني الناس بتقول لك الماسونية زمان، لا يا سيد، الماسونية شغال الآن وبعنف، تثبيط العلماء، تخذيل العلماء، تدمير سمعة العلماء والثوار والحقيقيين، ورفع المغنيين والمغنيات والمطربين والمطربات وتضخيمهم بتلاقي. يعني محمد صلاح يتعرض لابتزاز من وجهة نظرك؟ لا يمكن لأي عاقل لديه قلب أن يقف دون أن يتدخل ولو بكلمة في المشهد الإبادة، إلا أن يكون إما مختل عقليا أو حدا ماسكه ممنوع يسوي إشي. يعني مستحيل. هذا دكتور، هذا تجاوز ملف منه فلسطيني. ولا معلوماتك، نحن الفلسطينيون نضع في رقاب المصريين والأردنيين والقطريين والإماراتيين، نضع في رقابهم أمانة، وهذه واضحة جدا ليوم الدين. كفروا عن ذنب أنظمتكم بأن أزلوها من وجوهكم فقط لأنها اعترفت بإسرائيل على أرضنا. نحن لا نريد جيوشكم، لا نريد مساعدتكم، أرضنا تم الاعتراف بعدونا عليها كدولة، وبات الذي يحتلنا هو ضيف في القاهرة وضيف في عمان وضيف في الإمارات وضيف في قطر، بينما نحن نهان في كل مكان في أنحاء العرب، ولا يمكن لنا إلا أن نكون على الحواجز وعلى شباك 10 المخابرات وغيرها من المطاردات. هذه الخطيئة ارتكبتها الأنظمة العربية، وهذه خطية الشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه في رقاب هذه الشعوب. وهذا خطاب للشعوب العربية، ستبقى أمانة في رقابكم حتى تزيلوا هذه الأنظمة وتعيدوا لخارطتنا ك
كلمة فلسطين بعد أن شطبتها هذه الأنظمة وضعت إسرائيل، والآن لديها دموع التماسيح. ولذلك بعد أن تقوم هذه الشعوب بهذه المعادلة سيكون هذا المطرب وهذا اللاعب وكله ما كتب عليه التاريخ أنه من وقف وقف، ومن لم يقف راحت عليه الأمور أكبر بكثير من أنها تقف عند معادلة واحد أيد أو لم يؤيد هذا الطوفان. ولديهم سفن الظلام، سفن الظلام تغرق كل يوم، فمن أراد أن يبقى في هذه السفن على راحته، هو الطوفان كبير. شكرا جزيلا محمد القيقة، الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفي عبر سكايب.